مشعل ضيف برنامج في الصميم مع دنا ديف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حوار حميم واسئله في الصميم بدايه اتقدم بالشكر لتلفزيون قطر على الخدمات الكبيره والجميله التي قدموها لنا في هذه الحلقه وباسمكم ارحب بضيفي خالد مشعل مسك الله بالخير بالوليد الله يمسيك بالخير حياك الله الله يخليك اهلا وسهلا اريد ان اتحدث معك بدايه عن الربيع العربي هذا الربيع العربي برايك هو خدم القضيه الفلسطينيه ام صرف النظر عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أه يعني في احنا متعودين بالمنطق العلمي ايوه دائما تذهب الى الجوهر والى مآلات الامور فانا اقول كل ما يقوي الموقف العربي يعزز جبهته الداخليه ويقوي امكانات الامه هذا يخدم قضية فلسطين لأن فلسطين محتاجة إلى أمة قوية قوية سياسيا قوية اقتصاديا قوية عسكريا قوية أمنيا قوية في تجربتها السياسية الديمقراطية أمة ضعيفة مفككة ضعيفة اقتصاديا لديها يعني ثغرات في بنيانها السياسي في ضعيفة عسكريا هذا لا يخدم لأن معركة فلسطين هي معركة الأمة مع المشروع الصهيوني لذلك الربيع العربي من حيث هو تعبير عن سعي الشعوب لامتلاك إرادتها الحرة لكي تصنع طعامها ولباسها وتبني اقتصادها وتستقل بسياستها الخارجية والداخلية هذا يقوي فلسطين لكن لا شك بظاهر الصورة أن الربيع العربي حمل حاجتين صرف الأضواء عن قضية فلسطين وجعل هناك بؤر أكثر سخونة من المشهد الفلسطيني اللي تعودت الناس عليه والأمر الثاني حصل نوع من المخاض والارتباك ويعني الوضع العربي اليوم في حالة مخاض فلا شك هذا لا يجعل الوضع العربي منشغلا بفلسطين كما ينبغي لكن هذه محطة ارتباك زي إيش شبه المشهد واحد عايز ينتقل من بيت إلى بيت يعني بيت متواضع إلى مثلا بيت جميل نعم مرحلة الانتقال فيها غلبة وبهدلة وهو وعياله مش هيرتاحوا لكن بعد شوي هيرتاح في البيت الجميل فلا حرج ولذلك ليش الانسان يسافر؟ تروح انت تصيف فتسافر فالسفر متعب لكن عندما تصل الى المكان الجميل فلا شك انك مرتاح. انا اعتبر الربيع العربي نقله اختارتها الشعوب، طالما هذا اراده الشعوب نحن نحترمها وبالتالي تصب في مصلحتكم وهي ستصب في النتيجه في ولذلك اكثر اذا عرفت اذا اردت تعرف النتيجه اكثر الناس قلقا بالربيع العربي هي اسرائيل، لانها تعرف ان اسرائيل تعودت على معادلات اشتغلت عليها ثلاثين سنة 40 سنة الربيع العربي قلب الطاولة وأصبحت إسرائيل أمام مفاجآت فالربيع العربي من حيث أن الشعوب تمتلك قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني هذا قطع لمصلحة فلسطين ولا يخدم مصلحة المشروع الصهيوني يعني إسرائيل اليوم أنت لو قيمت تعاطيها مع الربيع العربي كيف تشوفه أنت من خلال قضية من خلال تعامل تعاملهم معكم كقضية فلسطينية شوف إسرائيل فوجئت بالربيع العربي كما فوجئ العالم. نعم. يعرفون طبعا الاسرائيليين لديهم ذكاء لا شك. عدو لكنه ذكي. وهو يعرف ان تدخل الصارخ لا يخدم سياسته في المنطقه، لذلك كان يخفي يخفي ويبطن هكذا اعدائنا الصهاينه هذا شغلهم التاريخي. ثانيا راوا السياسه الامريكيه والغربيه كيف تعاملت مع الربيع العربي، ايضا الامريكان والغرب فوجئوا بالربيع العربي. لكن العقلية البراغماتية الغربية وتقودها أمريكا تعاملت أيضا بذكاء فتساوقت مع الربيع العربي وأظهرت أنها تحترم إرادة الشعوب لأن إرادة الشعوب يعني رغما عنها فرضت قرارها لكن بعد ذلك عندما استيقظ الغرب بدأ يمكر وبدأ يدبر وبدأ يقلب الأوضاع يعطي أغطية لهنا وهناك إسرائيل استفادت من هذه اللحظات في التحول لذلك انظر إلى الأزمة السورية ستجد أن السلوك الغربي في التعامل معها يستفيد من إرث تجربته في مصر في تونس في اليمن في ليبيا فلذلك نعم إسرائيل اليوم قلقة لذلك لما حصل التغيير في مصر أتى نظام ثورة 25 يناير لا شك ثورة 25 يناير كانت تؤذن بنظام مصري يقرره الشعب المصري قطعا ليس صديقا لإسرائيل حتى وإن بقيت شكل ود... اتفاقية كام ديفيد ايضا هو قلق مما مآلت الامور في سوريا، اسرائيل باختصار اعتادت على معادلات في المنطقه، اليوم الربيع العربي قلب هذه المعادلات اصبحت امام مفاجات، لذلك اسرائيل اليوم ابحث عن اصابعها في كل تآمر في المنطقه وهي تضغط ايضا على صناع القرار في واشنطن وفي العواصم الاوروبيه كي يتساوقوا مع الرغبة الإسرائيلية أو مع الرؤية الإسرائيلية في التعامل مع أحداث المنطقة م. يعني ممكن أنه هذا يترجم بإحياء لعملية السلام مرة ثانية يعني الحركة اللي نشوفها الآن جون كيري مثلا هل هناك, هناك أنباء أنه في مفاوضات حقيقية مع السلطة الفلسطينية لإرجاع عملية السلام من جديد شوف الأولوية الإسرائيلية ليس موضوع السلام لأن إسرائيل آخر من يفكر بالسلام هي ضد السلام هي م. تريد الأرض تريد الأمن تريد مصالحها تريد شطب الشعب الفلسطيني وتستعمل عمليه السلام ما يسمى بعمل السلام او التفاوض البيس م. بروسيس كعمليه خداع مثل طبخه الحصى التي تخدع الناس تشتري الوقت تحسن صوره اسرائيل امام العالم وتستنزفنا كفلسطين نعم. وعرب لكن المصلحه الاسرائيليه الاساسيه هي ان تؤمن حدودها وان تؤمن وضعها في المنطقه لانها تعيش في بحر من الاعداء هي تعرف ذلك فهي تريد أن تطمئن أن تنشأ في دول الطوق وفي مجمل البلاد العربية دول لا تشكل تهديدا لا عسكريا ولا أمنيا ولا حتى اقتصاديا لإسرائيل ومن هنا هذه أولويتها الأولى أما السلام هذه مجرد أداة استعمال بالمناسبة مشروع كيري لا ينظر له أنه أداة إسرائيلية في التعامل مع الوضع المنطقة الملتهب لا إنما هي هو مشروع يتعلق بكيري في احد اوجه هذا المشروع هي رغبه كيري ان يحدث انجازا هو شايف حاله الامريكا ما عندهم مش انجاز في المنطقه لانه سياستهم مرتبكه لا. وخرجوا مثخنين من تورطهم في العراق وافغانستان فلذلك تجدهم عندهم نوع من التحفظ والاحجام في سياستهم فاليوم وهو اوباما في ولايته الاولى جرب يشتغل مع المشروع القضيه الفلسطينيه نتنياهو افشله بهدله طلع على الشجره فاحرجه فتعلم الدرس اوباما اليوم كيري وكان مشروع رئيس امريكي كما تعلم، فالرجل يريد ان يصنع له مجدا بالقضيه الفلسطينيه، هو يجرب فهي جزء منه محاوله شخصيه لعمل ما، لكنها في وجه اخر هي ايضا الولايات المتحده التي لا تملك مف... ل... التي ليس عندها القرار ولا الاراده ان تضغط على اسرائيل، هم الامريكان والغرب يعلمون ان مفتاح اي تغيير في المنطقه لصنع سلام في المنطقه بمعنى في الصراع العربي الاسرائيلي مفتاحه الوحيد الضغط على الاسرائيليين على نتنياهو وجماعته حتى يخضعوا ويستجيبوا للمطلب الفلسطيني خاصه الفلسطينيين يطلبون دوله على حدود 67 يعني العرب والفلسطينيون في قرارهم الرسمي بدهم حل بسيط ومع ذلك اسرائيل تضع فيتو عليه الامريكان ليس لديهم لا الشجاعه ولا القرار ولا الاستعداد لدفع الثمن ان يضغطوا على نتنياهو ليجبروا ان يدفع هذا الثمن. ان يضغطوا على العرب والفلسطينيين اكثر مما ضغطوا، ضغطوا، ما ظل عند العرب والفلسطينيين تنازل اكثر مما تنازلوا، لذلك الاداره الامريكيه تعلم انه لا افق للحل في القضيه، اذا لماذا يفعلون هذه اللعبه؟ اليوم الامريكان عندهم اولويات اخرى، مصالحهم في المنطقه، تعاطيهم الحذر مع الربيع العربي، تعاطيهم الحذر مع الازمه السوريه، ثم تعاطيهم مع الملف الايراني، ثم الأهم هو توجهه نحو الصين احتواء الصين لأن الصين هذا العملاق المنطلق يشكل خطر استراتيجي على مصلحة أمريكا وتفردها السياسي والعسكري والاقتصادي هذا جعل أولوية أمريكا ليس هنا وبالتالي اليوم شو أهم الأمريكان إبقاء طبخة حصى تتعلق بالتسوية حتى لا يكون هناك فراغ لأن الفراغ قاتل إذا الناس شعرت أنه في فراغ سيبحثون عن البديل البديل سيكون مقاومة انتفاضة هم لا يريدون لا يريدون التعبير عن الفشل فاليوم الوجه الاخر لما يفعله كيري هو الطريقه الامريكيه في اداره الازمه وليس في حل الازمه آه، بس. طيب ما زلتم متحفظين انتم على المبادره العربيه يعني قبل ان نتكلم عن التحفظ وغير التحفظ م. المبادره العربيه منذ عام 2002 اليوم بضبط. احنا 2013 11 سنه ماذا فعلت المبادره العربيه المبادرة العربية قدمت رؤية عربية وكرم عربي بمقترحات عربية إيه ظنا أن هذا سيحرج إسرائيل ماذا كانت النتيجة؟ إسرائيل ابتلعت ذلك واعتبرت هذا أوكي يعني هذا تنازل عربي مضمون في الجيبة لكن هم يريدون المزيد وأمريكا لم تستثمر هذه المبادرة العربية فقتلت المبادرة العربية وما زلنا نصر على تسويقها أنا أعطيك مثل على أساس المبادرة العربية بعد 13 سنة الغرب الامريكان طلبوا من اللجنة العربية طلبوا منهم انه اعطونا مرونة اضافية، لماذا؟ حتى يعني نغري الاسرائيليين، تخيل يعني اسرائيل كل هذا الكرم العربي وهذه التنازلات العربية لم تكفي اسرائيل حتى يعني على الاقل تقدم شيئا ما ولو لذر الرماد في العيون. فالامريكان بدل ما يضغطوا على الاسرائيليين قالوا اعطونا تنازل يغري الاسرائيليين بالتعامل مع البدر. فراح اخواننا العرب الى واشنطن وقدموا ما يسمى بتبادل الاراضي م. انه يعني تبادل قالوا طفيف وهو تبادل مجاني ماذا كانت النتيجه ماذا كانت النتيجه كان تعليق نتنياهو قال من قال ان الخلاف مع العرب والفلسطين هو على الارض الخلاف ليس على الارض حتى تقولوا لي انتم قدمين تنازل على التبادل لانه الارض يحتلها هو مش سائل عنا حتى نقول له لك لك ولا. لك لكن, لكن لكن, انتم عفر أنت. شو قال قال ليس الخلاف لم يكن خلاف بيننا على موضوع الارض الخلاف هو على يهودية الدولة الاسرائيلية، يعني هو يقول للعرب اللي قدمتوه جديد هذا لا نعتبره تنازل، يعني هذا برضو مضمون في الجيبة، مطلوب منكم ان تعترفوا بيهودية الدولة الاسرائيلية. اه وانتم قضية الاعتراف ب ب باسرائيل هذا خط احمر يعني لا, لا ليس قابل للنقاش. انا اسمح لي اقول لك وانا رجل صريح. انا رجل ودي اقول لك كلام قلته لكثير من المسؤولين العرب. وانا بعرفك انت برنامجك لطيف وشخصيتك اللطيفه فيها هذا الهامش من الصراحه يا اخي الحبيب نحن منذ ان ظهرت المبادره العربيه قلنا جملتين قلنا نحن لن نعترف باسرائيل اسمحونا يا عرب لن نعترف باسرائيل انما أنتم عند قدمتوا المبادرة حماس لن تكون عقبه في طريق الانجاز العربي اذا استطعتوا قدمتوا مبادره فطر روحوا وشوفوا النتائج هل ستظفرون لان قناعتنا بدون ضغط على اسرائيل لا يمكن اسرائيل تتراجع الاغراء بالمبادرات لعبه استمراتها اسرائيل مبسوطه عليها الذي يجبر الاسرائيلي فقط على التنازل هو القوه واوراق القوه بكل انوانها نحن لا نستعمل هذا اما اطلاق مبادرات لا يرفع بدليل تجربه المبادره العربيه لكن السؤال الاخر انا اللي هنا اقول بصراحه المعهوده يا اخواننا العرب تستكثر على حماس وعلى الفلسطيني ان يقول لكم والله عندي تحفظ على المبادره لانه انا ضد الاعتراف باسرائيل قلت لهم انا الكلمه التاليه قلت لهم التسويه فيما يتعلق بالملفات العربيه يعني قرار 242 338 عندما يتعلق بتطبيقه في الصراع العربي الاسرائيلي يعطي لمصر كل سيناء يعطي للبنان حتى مزارع شبعه نعم. يعطي سوريا الجولان لكن يعطي الشعب الفلسطيني 22% من أرض فلسطين فإذا أنت تعتبر عملية السلام منصفة لك لأنها تعطيك كل أرضك هذا لو افترضنا مم. أن القضية الفلسطينية بمعزل عن القضية العربية نعم أنه ما أعطيتك 22% أنا الفلسطيني متضرر التسوية والمبادرة العربية تعطيني خمس فلسطين فلا تستكثر علي مم. أنا قلت لمسؤول عربي كبير لا أريد أن أقول لك من أي دولة يعني خليجي اعتبره خليجي. ايوه. لانه كان عاتبا وهو يناقشني في موضوع المبادره العربيه، ليش موقفكم؟ قلت اسالك بالله سؤال، انت رجل اثق بضميرك الوطني والعروبي والاسلامي والقومي. قلت له لو جاءت دوله اجنبيه واحتلت بلدك الكريم. وبعد سنوات قالت لك تفضل هي نص البلد بس اعترف بي على بقيه البلد، انت تعترف؟ فضحك. قلت إن شاء الله تعتبر نفسك وطني أكثر مني يعني أنت بلدك عزيزة عليك وأنا <applause> نعم. بلدي مش عزيزة علي لا يا أخوي أرضك عزيزة وأرضي عزيزة أنا لا أعترف بإسرائيل لأنني متمسك بكل شبر من أرضي ألف ال البرود الذي ما ودي أقول الجمود لكن البرود في العلاقة بين حماس وبين باقي الدول العربية هي ردة فعل لتحفظكم لي على المبادرة العربية؟ ولا في أشياء أخرى؟ والله شوف واحد منها نعم لانه بجوز بسبب موقفنا من المبادره العربيه ولكن في مواقف ايضا غير مفهومه صراحه غير مفهومه غير مفهومه يعني بعضهم كان يقول لي علاقتنا بايران علاقتنا بايران قلت له طيب ايش يعني انا صاحب قضيه اطرق باب الجميع اطرق العربي واطرق المسلم اطرق السني وبطرق الشيعي انا رجال معروف انا فلسطيني عربي سني لكن مش متعصب ولا طائفي لكنني اعتز بعروبتي واعتز باسلامي واعتز بسنيتي لكنني لست متعصب ضد احد انا اطرق باب الجميع اقول لهم تفضلوا ساعدوني في معركتي مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يساعدني اقول له جزاك الله خيرا انت الذي قصرت معي لا تلومني اين ذهبت متى تلومني تلومني اذا انا قراري رهنته لاحد انا اقول لك اخ عبد الله نحن في رمضان الكريم حماس انطلقت عام 87، يعني منذ 26 سنة، حماس يوماً ما لم ترهن قرارها لأحد. وأنا قلتها من غزة، لما زرت غزة، قلت حماس لم تكن في جيب أحد، لم تكن في جيب إيران، ولا في جيب سوريا. واليوم حماس ليست في جيب مصر، ولا في جيب تركيا، ولا في جيب قطر التي أجلس ولا في جيب السعودية. حماس حرة، هي مع أمتها، لا تخوض معارك مع الأمة. لكن حماس قرارها مستقل عن الجميع، بدليل لما حصلت الازمه في سوريا، تركنا سوريا، اختلفنا معهم في النظر للازمه، وهذا اكيد انعكس على علاقتنا مع ايران وغيرها، مقصدي ان بعض العرب كان يحاسبنا على اوهام. قلت لهم انا عربي، انا جزء من هذه الامه، اقول لكم ادعموني. انا اتحدى اذا في مسؤول عربي عنده مبرر واحد لكي يوصد بابه دون حماس، اتحدى، سواء مثلا حماس اساءت لزعيم عربي. تدخلت في امن عربي، قامت باي التباس او رهنت قرارها لخصم ما للدوله العربيه للدول العربيه. انما البعض اما يخشى من الضغوط الخارجيه لانه العلاقه مع حماس مكلفه، ليست كالعلاقه مثلا مع اخواننا في رام الله لانه هذا منسجم مع السياسه الاقليميه والدوليه، العلاقه مع حماس لا مكلفه، البعض يخشى من ذلك، يخشى بحساباته الاقليميه والدوليه. البعض يضع حجة إيران البعض بجوز عنده مشكلة مع الإسلام السياسي مع أنني يا أخي نعم أنا, أنا مش حركة إسلام سياسي مجردة أنا رجل فلسطيني عربي مسلم وإسلامي نعم ولكن أنا حركة مقاومة أنا حركة تحرر وطني أنا لا أتدخل في شؤون الآخرين أنا مش مطلبي حكم أنا مطلبي أحرر فلسطين وأحرمي فلسطين أرض الإساءة والمعراج قبلة المسلمين الأولى يعني إذا المملكة العربية السعودية فيها حرماني كريمان شريفان كلنا نتعبد الله عز وجل بزيارتهم والصلاه فيهم الحرم المكي والحرم م. المدني كذلك فلسطين فيها المسجد الاقصى المبارك قبله المسلمين الاولى فبوابه الارض الى السماء في ارث في صلاح الدين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا هذه فلسطين على الامه ان تقف معنا انا اقاتل اسمح لي انا لا استجدي احدا انا اقاتل انا لا اتكلم عن نفسي انا بتكلم أنا كحماس وكفلسطيني الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بكل أطيافه يقاتل نيابة عن الأمة إذا تعرف العالم العربي لازم يرفع لنا القبعة لأنه لو تركنا إسرائيل مرتاحة في فلسطين لتخريبها نفذ إلى الأمة كلها نحن نصد المشروع الصهيوني وخطره عن الأمة كلها فلنا حق على الأمة لكن للأسف بعضهم أوصد الباب وبعضهم فتح الباب لكن هناك عرب محترمون دعمونا سرا وعلانيه وموقفهم منا مفخره وربنا سيجازيهم اكثر مما نجازيهم نحن وعلى كل حال اقول لك حاجه لنا علاقات يا اخ عبد الله في العالم العربي ممتده بعضها ظاهر وبعضها باطن لكن الحمد لله علاقاتي كويسه نعم البعض لسه زعلان منا الله يسامحه سياتي يوم يشعر انه محتاج لحماس اكثر مما نحن محتاجون له متاكد من العباره انه الناس تحتاجك اكثر منها 100% لسبب هذا ليس كبرا لا معاذ الله انا بخدمه الامه كلها لكن يعرفون ان فلسطين تحتاج الى رجال ونحن رجال المعركه وبالتالي هو لما يشعر هو محتاج الى انجاز تاريخي في الامه محتاج الى موقف في القضيه الفلسطينيه يعرف من الذي يصنع الانجازات في فلسطين ويعرف من الذي يحمي الامه من الخطر الصهيوني فنعم اقول لك بكل تواضع انا محتاج للامه والمحتاج والامه محتاجه لنا، الشعب الفلسطيني يقدر دعم الامه، الامه ما قصرت معنا لكن الامه محتاجه لصمود الشعب الفلسطيني كما ان صمود الشعب الفلسطيني محتاج الى دعم الامه. اريد ان استكمل معك هذا الحوار وسوف يكون اتوقع اكثر سخونه ولكن بعد فاصل قصير. مع ضيفي آه خالد مشعل، أبو الوليد احنا عندنا مجموعة من الصور نريد أن نستعرضها معك وتفتح لنا هذه الصور مجموعة من المحاور الله إن أذنت لي. يلا بس. <applause> الله يسلمك، خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. <applause> تذكر هذه الصورة ولا ما تذكر؟ طبعًا. هذه عام كم؟ 2007 ولا متى؟ هذه 2007، بعد اتفاق مكة مباشرة. أيوة، بعد اتفاق مكة. لماذا اتفاق مكه ما عاد اتفاق مكه؟ المصالحه فلسطينيه. يعني هل القضيه الفلسطينيه تدفع فاتوره نزاع الطرفين على السلطه؟ طيب انا برضو على الطريقه الصريحه أفضل. على الصريحه اتفاق مكه تم في فبراير 2007 7 وفي الشهر 6 يونيو حزيران بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر, بعد أربعة أشهر. للاسف انتهى اتفاق مكة على الأرض عمليا طبعا حملنا المسؤولية أن حماس حسمت في غزة فأخواننا بالمملكة زعلوا علينا وأخذوا موقف قلنا طب ليش تزعلون علينا نحن طب ما في طرفين زعل ظل فقط على حماس وعلى خالد مشعل والطرف الآخر عادت الأمور إلى مجاريها مع أن الحقيقة تقول التالي من الذي انقلب على اتفاق مكة من الذي انقلب اصبح من التاريخ ذنيتيفير أه. مجله امريكيه مش فلسطينيه ولا عربيه كتبت بالتفصيل عن الترتيبات الاسرائيليه واطراف امريكيه دعمت هذه الاطراف اشتغلت على نقض اتفاق مكه ليش لانه ما عجبهم لانه لا شك اتفاق مكه يحسب لخادم الحرمين انه قام بهذه الخطوه بضميره انه انا أحقن الدم الفلسطيني في اطراف لم يعجبها واسمح لي اقول لك هذه اول مره اقولها في الاعلام النظام المصري في عهد حسني مبارك ما عجبوا هذا الاتفاق ليش لانه السعوديه اخذت هذا ورقه المصالحه من يده اه صار الملف بدل ما بيد مصر صار بيد السعوديه حساسيه حساسيه اذا في اطراف ما كان عجبها هذا الاتفاق طب بالمنطقه يا اخ عبد الله هل يعقل حماس تنقلب على اتفاق مكه انا اقول لك مسؤول سعودي كان كنت انا وياه اتكلم انا وياه ويقول لي نحن عتبانين عليكم كنت اسالك سؤال بالله عليك ماذا فعل اتفاق مكه؟ عمل حاجتين الحاجه الاولى حقا الدم الفلسطيني وهذا يحسب للمملكه ولخادم الحرمين الشيء الثاني ترتب على اتفاق مكه حكومه وحده وطنيه من رئيسها الاخ اسماعيل هنيه ابو العبد اللي هو حماس يراس حكومه وحده وطنيه في عاقل ينقلب على نفسه حتى ضربت له مثل، وقتها كان الشيخ سعد الحريري ناجح بالانتخابات في لبنان. م. قلت له هل لو جاك خبر انه سعد الحريري عمل مشكله في لبنان افقدته حكومته، تصدق انه سعد الحريري خلفها؟ اتفاق مكه حقن الدم الفلسطيني وجعل حماس هي رئيسه حكومه الوحده الوطنيه. اي عاقل يعمل حسم يفقد هذه الحكومه. بعدين اسماعيل هنيه الأخ اسماعيل الهنية كان باتفاق مكة يرأس حكومة على غزة والضفة بعد الحسب يرأس حكومة في غزة في عقل يفعلها والله يا أخي عبد الله ربنا يشهد من فوق سبع سماوات أن الذي انقلب على اتفاق مكة طرف آخر أنا جاءني أخ فتحاوي في شهر إبريل والله في مكتبي بدمشق إبريل 2007 قال لي يا أبو الوليد عندنا ناس في السلطة ومعروفين وبالأجهزة الأمنية قالوا للامريكان والاسرائيليين هذا اللي او جاني يا ابريل يا مارس هذا قال لهم ماكسيمم حتى نهايه شهر ستة ما حيظل في حكومه لحركه حماس فهذا اتفاق كان لمصلحه فلسطين ولمصلحه حماس في طرف لم يعجب انقلب عليه وبدعم اسرائيلي وبتمويل ما اقدر اقول لك تمويل من هنا ومن هناك هذا الذي جرى في اتفاق مكه مصلحة لشعبنا ومصلحة لحماس أيضا لكن ليش التوصيف السياسي الوضع الآن القائم حاليا وضع القطاع إيش إيش تسميه هذا الوضع الموجود هذا الوضع باختصار هو إيش اللي صار في في حزيران 2007 إحنا كنا نرأس حكومة في أطراف ما عجبها فواجهتنا نحن إحنا السلطة الشرعية دافعنا عن أنفسنا فأولاك هربوا فسيطرت حماس على غزة يعني من حماس؟ حماس مش حركة معارضة يعني أسألك سؤال أخي أه الله أنتم بالسعودية وبالخليج في المنطقة مش المفهوم التقليدي وهو مفهوم صحيح أنه لا يجوز الخروج على السلطة الشرعية نعم طيب حماس كانت سلطة شرعية فمن أراد الخروج عليها أليس بالحق حماس تدافع عن نفسها؟ لكن ألم ألم ترتكبوا بصراحة في 2006 في تلك الانتخابات التي قبل اتفاقية مكة ألم ترتكبوا خطأ استراتيجيا بأنكم فكرتم بأن ترأسوا الحكومة وأن تدخلوا الانتخابات بهذا الشكل ألم يكن خطأ استراتيجيا حقيقيا بأن تنتقلوا من, من, من دائرة المعارضة إلى دائرة السلطة تمام شوف أظن بد... لا, لا أختلف أنا وياك أخ عبد الله أنه ليس خطأ أن تذهب إلى صناديق الاقتراع لا أنا اللي لا, لا جاي جايك بس خلنا ناخذها بتدريج طيب وليس خطا ان الشعب يختار بحريته يختار حماس ولا غير حماس اذا هذا ليس خطا حماس وليس خطا الشعب الفلسطيني وبعدين شعبنا والعالم العربي اليوم صدق انه في ديمقراطيه فلما الناس تنتخب عبر زي ما في مصر صدقوا انه في ديمقراطيه وبعدين صار في موقف مختلف اليوم اليوم حماس يا اخ عبد الله نجحت في صناديق الاقتراع نعم حماس عرضت الشراكه مع الفصائل الفصائل معظمها ترك حتى قلت لهم انتم عملتوا فينا زي لعبه كره القدم زي الدفاع لما يصير على خط واحد فصار اوفسايد. ليش؟ حتى يكشفون امام المعادله الدوليه والاقليميه. اذا الان بعمل تقييم لما جرى، نعم اقول لك حماس قد تكون اخطات في تقدير الموقف، كان عليها ان تفعل، لكن هذا يبقى خطا في الاجتهاد التفصيلي. لا لا انا اقصد انه انتم فشلتم في الجمع بين المقاومه والسلطه. لا ما فشلنا، شوف ما فشلنا، بدليل م. بعد ما صرنا في السلطه خطفنا ومش اسرنا الجندي جلعاد شليد في معركه عسكريه أه. وخضنا حربين طبعا هم اسرائيل اعتدت علينا في حرب 2008 2009 وفي حرب 2012 حماس مارست المقاومه باعلى تجلياتها وضربنا تل ابيب الحمد لله وحماس اجتهدت ان تمارس السلطه أه. بس زي ما قال الشاعر العربي القاه مكتوفا القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء احنا اليوم نجحنا بصناديق الاقتراع وكسبنا ثقه الشعب وعندما اردنا ان نحكم حجبوا عنا المال حاصرونا ضيقوا علينا واخترعوا او افتعلوا في وجهنا كل الازمات الماليه والاقتصاديه لا شك ان تجربه الحكم تجربه صعبه ثم دعني اقول لك انا انا رجل صريح ايضا اصلا الحكم في فلسطين ليس حكما ليش لانه الحكم الطبيعي ان تكون على ارض ذات سياده لكن اخواننا في فتح سمحهم الله والله يرحم ابو عمار اجتهد والرجل ابو عمار يعني ذهب الى ربه شهيدا ورجل له ماثر كثيره وان اختلفنا معه في محطات عديده انما الخطا الاستراتيجي الذي ارتكب في اوسلو انك صنعت سلطه طمعا في دوله وانت لم تحرر الارض بمعنى لا أي اقدامك لا تقف على ارض محرره ذات سياده حقيقيه والاتفاق في اتفاق اوسلو الاول واتفاق باريس الاقتصادي هذا اتفاق لعمل سلطه ضمن اتفاق امني مع اسرائيل وبالتالي محكوم بقيود وبشروط وبالتزامات امنيه وسياسيه واقتصاديه وبالتالي عفوا هنا مشكله فبالتالي لا يقاس على تجربة يعني هو السلطه في رام الله ولا في غزه هذه هي تمارس السلطه في ظروف حقيقيه لا هي القصد مش انه سلطه ولا مش سلطه انه اسرائيل وامريكا استدرجتكم من حيث لا تشعرون يعني قضت على المقاومه بان استدرجتكم الى السلطه لا ليس كذلك، شوف أخي أه الشعب الفلسطيني في الانتخابات ال 2006 جرب السلطة التي قبلها ورأى أخطاء، رأى فساد، رأى ثغرات في الانتفاضة الثانية من عام 2000 جرب حماس ورآها دورها مع فتح كل القوى فيها الحمد لله مقاومة باسلة فالشعب حمل المسؤولية لحماس يا شعب يا حماس كما انت قدتين في المقاومه قودينا في السياسه فانتصبت حماس لتحمل الامانه التي اولاها اياها شعبها الفلسطيني في صناديق الاقتراع في 25 يناير 2006 لكن اسمح لي م. فنحن لم نغتصب سلطه وما حدش استدرجنا يعني ما حد استدرجنا الشعب انتخب قيل الشعب في انتخابات حره ولا شك انا اشهد ان انتخابات 2006 الاخ ابو مازن والسلطة في ذلك الوقت اجرتها بنزاهه هذا يحسب لها هذه الانتخابات حملت حماس النصريه قلنا لاخواننا في الفصائل فتح تعالوا شركاء معنا قالوا لا فحكمنا وحدنا فحصرنا ليش التجربه تجربتنا في الحكم تجربه غضه وبالتالي وقعنا في بعض الاخطاء التكتيكيه بس ليس الخطا كان اننا يعني رجعنا لل 2006 اليوم حتكرروا نفس التجربه في لا. قضيه الوصول للسلطه بقول لك في الاخير هو شوف اخ عبد الله لو كانت إسرائيل وهي كما تحتل الأرض هي تدير شؤون الضفة والقطاع كما تدير الثمانية وأربعين لا خلاص منصير إحنا وفتحوا كل الفصائل مقاومة, لا مقاومة بس أه أوسلو لنا أوسلو أتت لنا بسلطة وطلب من الفلسطينيين أن يديروا شؤونهم أه طب ماذا يفعل الفلسطينيون شكلوا حكومة وشكلوا سلطة طب كيف شكلوها شكلوها في الأربعة وتسعين بطريقة لما جينا بال 2006 صار في انتخابات، فمن الطبيعي انت لما واحد ينتدبك يا اخ عبد الله يقول لك انا انتخبتك لمجلس الشورى، للبرلمان، انت تتحمل مسؤوليه. لكن وضعنا في ظروف قاهره، هو انا بسالك عن هذه الظروف، يعني انتم وضعتوا في ظروف قاهره، جبهه الانقاذ في الجزائر، نفس الفكره سحب منها الموضوع، جماعه الاخوان في مصر، نفس الفكره، هل حكم الاسلاميين لا يناسب المزاج او خلينا نقول الثقافه في العالم العربي وبالتالي ليس من المصلحة أن يصلوا إلى رأس الحكم. أه شوف أخي ما في شوف هذه المقولة أن الإسلاميين لا يصلحون للحكم، طب والقوميين لا يصلحوا ولا لا يصلحوا، والوطنيين واليساريين والليبراليين يعني هو من يعطي هذه الأهلية؟ م. أخي عبد الله من اللي عنده ختم يقول والله هذا يصلح وهذا لا يصلح؟ ما يصير يعني إحنا كلنا بشر متساوون. لا بس تجربة فشلت ثلاث مرات لا لا يعني لا الاسلامي لديه القابليه والقوم لديه القابليه والوطني والليبرالي كل شخص وطني صاحب رؤيه وعنده المقدره لديه اهليه المهم ان ياتي عبر صناديق الاقتراع لكن في ناس لا يعجبهم الاسلاميون ولذلك حاولوا يعني يختزلوا التجارب ان فشلوا شوف بكل شفافيه اقول لك في هذه النقطه في عوامل لم تسمح للاسلاميين ان يحكموا يعطيك مثل شيخ راشد الغنوشي في تونس عمل ترويكا قسم كعكه الحكم الرئاسه للرئيس المنصف المرزوقي والمجلس الوطني للاستاذ مصطفى بن جعفر والحكومه لحزب النهضه عمل ترويكا وزع الكعكه وبكن. ومع ذلك هناك من يسعى للتمرد عليه وينقلب عليه ويحاصر تونس أك... ه... هذا نموذج الحزب العداله والتنميه في المغرب الملك وهذا ذكاء من الملك محمد السادس عمل تغيير دستوري انتخابات الأغلبية أعطاه شكلت حكومة عملوا حكومة من تحالف أربع أحزاب اليوم أيضا كان في مطبخ في المنطقة أنا أعتقد أنه في مطبخ في المنطقة شغال وين في ربيع عربي وين في تجربة إسلامية في الحكم لا بد أن تفشل وفي شغل عليها أيضا الأستاذ عبد الله بن كيران تعامل أنا لا أدافع عن أحد أنا مع كل من ينتخب الشعب سواء كان اسلاميا او قوميا او ليبراليا انا مع احترام اراده الشعوب، اسمح لي بس فبالتالي اقول لك هناك ظرف موضوعي، هناك من تآمر على افشال تجربه الاسلاميين ومن اتى بهم الربيع العربي في الحكم. هناك عامل اخر لا شك ان الاسلاميين يعني يخوضون التجربه وليس عندهم الخبره الكافيه اخطاوا في بعض التقديرات، اخطاوا في بعض الاجتهادات وطبعا هم بشر ليش في في زعيم عربي جاء للحكم ومن وهو صغير تعلم، كل زعيم عربي في ملكيات او في جمهوريات حتى اصبح زعيما يشار له بالبنان، خاض تجارب عديده، اعطوا الناس فرصتهم. الـ 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 الاسلاميون لك. مثلهم مم. مثل غيرهم بشر يصيبون ويخطئون ويتعلمون من اخطائهم. لكن لكنهم وضعوا في ظروف قاهرة لم تسمح لهم أريد, أريد أن ومع ذلك عليهم أن يتعلموا وأنا أقول لك أنا وغيري علينا أن نتعلم من أخطائنا أريد أن أستعرض معك صورة ثانية وندخل في شأن آخر ثاني غير المصالحة الفلسطينية خلينا نشوف الصورة الثانية مع بعض شايف الصورة هذه هذه صورة الرئيس السابق محمد مرسي و الفريق السيسي وعلم مصر في فمي ما لا أستطيع أن أعبر عن قناعاتي التي أؤمن بها وأدين بها لله تعالى أدين بها لله تعالى دينا ورجولة أنا إنسان الحمد لله مؤمن ورجل والعوج ما بحبه ولي رؤيتي في كل احوال الدنيا لكن مش كل قضيه استطيع ان اتحدث عنها خاصه لما بتكون شأن وطني ففي عندي كلام كثير اقوله عن هذا المشهد الوضع الوضع الان بالنسبه لكن لكم استطيع فقط اقول جمله واحده وهي قلبي على مصر وانا لا اكتب بعض المسؤولين في مصر يعني في سياق رمضان م. مسؤولين ليسوا بال بالنظام الحالي إنما لهم اوضاعهم الاخرى إنما قلت باختصار من صداقاتنا معهم اتقوا الله في مصر. مصر لا نتدخل فيها بخلاف الاعلام الذي كان علينا أنا أريد أنا أريد أسألك آه. عن الاعلام اللي بس خليني أقول هذه الجملة لا لو لو, لو قطعتك آه. الاعلام يتحدث عن تورط كوادر حماس في عمليات داخل الأراضي المصرية سواء في ال16 اللي قتلوا في سينا أو في قضية دعم الاخوان ضد في في في, في الثورة الأخيرة ايش صحة هالكلام؟ والاعلام المصري طيب يتكلم في هذا الكلام بثقه كبيره صراحه كلها مش افتراءات واكاذيب فقط كما قال القران افك والله يا اخ عبد الله يعني كل... في دخل... ليش ايش مصلحه الاعلام المصري يتامر عليكم اعلام خاص يعني ما هو اعلام حكومي لا لا اقول لك م. هم الاعلام المصري خاض معركه ضد الاخوان وهم في الحكم فاراد ان يخوض المعركه ضد الاخوان ايضا من خلال حماس يعني هو عمل على شيطنه حماس شيطنة الإخوان بما فيهم حماس أقول لك لأنه بيعتبروا حماس م. جذورها إخوانية فإذا تم شيطنة حماس وللأسف أقول لك لم يقف الأمر عند شيطنة حماس شيطنة حماس وشيطنة غزة وشيطنة الفلسطينيون يعني للأسف في جو غلط طبعا أنا بعرف الشعب المصري العظيم شعب طيب لكن الإعلام كثير لا أقول كل الإعلام معظم وسائل الإعلام المصرية ارتكبت جريمة بل حماقة لأنها عملت على خداع وتضليل الشعب المصري بشيطنه، انا لا ادخل في المعركه المصريه، عندهم معركه مع الاخوان هذا الشان مصري داخلي، لكن مع لا حماس لا, لا, لا مش من داخل الشان داخلي لا لا هذا هذا ينعكس عليكم انتم بس يعني بس الوضع الوضع الجديد الوضع الجديد بالنسبه لكم أسوأ ولا شك شوف اخ عبد الله اسمح لي انا انا احتراما م. لسياسه حماس في عدم التدخل في الشؤون العربيه لا اريد اتدخل م. لا في الشان المصري ولا في غيره، هذه سياسه حماس طيب تراجع اتوقع في تراجع المد الاسلامي بعد سقوط بالعكس, الأخوان. بالعكس الصور اللي تأتي عبر الناس صحيت على حالها شوف الشعب المصري سيظل شعبا مسلما متدينا الانتكاسات السياسية هذه تحدث في التاريخ حتى في التاريخ الإسلامي منذ الخلافة الراشدة والأموية والعباسية الانتكاسات والمخضات في التاريخ تحصل في الأمم وفي تاريخنا الإسلامي لكن الشعوب درجة تدينها تزداد درجة وعيها تزداد، أنت انظر لي. اليوم شباب مصر وشباب الأمة لديهم درجة وعي عالي نعم الخداع ينطلي على بعض الناس بعض الوقت، المهم أجي لشيطنة حماس كل ما طرح أكاذيب، أنا بس بدي أعطيك دليل مضطر أحكيه بالإعلام، خلينا تأخذ هالسبق يا أخ عبد الله، تفضل هل يعقل أن حماس كما الإعلام اتهمنا إحنا اللي طلعنا الرئيس مرسي من سجن اللطرون في 25 يناير واحنا مش عارف في 200 قناص في مكتب الارشاد اللي في المقطم في القاهره وحماس في سيناء والله العظيم كلها اكاذيب طب لو كانت حماس متورطه للورطات الورطات كيف كنا نستقبل مش بس عند الرئيس مرسي ماشي يقول لك رئيس مرسي هذا اخوان مسلمين كنا نستقبل عند الجيش المصري قيادته وعند مدير المخابرات المصريه طب يا اخ عبد الله اذا كان مدير المخابرات المصريه مراد موافي اللي جاء بعد الثورة ثم جاء بعده اللواء رأفة شحاتة المؤسسة الأمنية المصرية كانت شاهدة على تنسيقنا هذا أحمد الجعبري الله يرحمه الشهيد أبو محمد شهيد البطل مرات عديدة أتى إلى القاهرة في ظروف أمنية صعبة لينسق هو وإخوانه في الحركة والجناح العسكري وأجهزة حماس الأمنية وحكومة الأخ أبو العبد إسماعيل هنية ونحن نرعى كل هذا أنا والأخ أبو العبد لنرعى التعاون مع الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس مرسي ومع المخابرات المصرية في عهد مراد موافي ثم بعهد رافت شحاتة ومع الجيش المصري وانا وهذا اقوله التقيت باللواء محمد العصار وباللواء محمود حجازي مدير الاستخبارات العسكرية المصرية في مكتبهم في القاهرة وشكرونا على هذا التعاون وطلبوا المزيد من التعاون معقول القيادة المصرية الأمنية والعسكرية والرئاسية يجلسون مع قادة حماس ويمدحون في دورهم في في التنسيق لمصلحة أمن مصر القومي ثم هذا الإعلام يجي يكذب علينا إذا كان قلت للمسؤولين في مصر يا أخوانا ليخرج مسؤول مصري ويقول الحقيقة طيب لكن عفوا م. اليوم تم شيطنة حماس في الماضي نكاية في الإخوان وضد الرئيس مرسي واليوم البعض كأنما يريد أن يشيطن الحماس ويتهم ما يجري في سيناء وللاسف عندنا معلومات هناك اصابع غير مصريه تسعى لاختلاق امور في داخل سيناء وقيل لنا انه بعضها اصابع للاسف فلسطينيه تريد ان تفعل شيئا في سيناء حتى تلصق التهمه بحماس من شان في المستقبل يبرر خنق حماس خنق غزه باغلاق المعبر وهدم الانفاق حتى يقال والله حماس متورطه في مصر انا اقول لك كلاما قاطعا من موقعي في المسؤوليه ربنا يحاسبني عليه واتحدى اي مسؤول عربي او مصري يكون عنده معلومة بخلاف ما أقول حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مهما كانت التطورات في مصر هذا شأن مصري أيا كانت وجهته نحترم الواقع المصري الداخلي تقدر تروح لمصر هالحين؟ أنا ما عندي مشكلة ما الذي يمنع؟ توقع يرحبون فيك المصريين بعد 30 يونيو؟ في الأخير هذه مصر ليست حكرا على أحد شوف ما هو مصر مصر إذا كان يرأسها الرئيس مرسي يقول هذه حكر على الاخوان، يراسها فلان حكر على لا، هذه مصر لكل ابناء مصر بل لكل الامه العربيه والاسلاميه. كلنا لا لنا مصر امنا، ام الدنيا وام العرب، فبالتالي مصر لا تتخلى عن ابنائها، لكننا قلبنا على مصر، ندعو لمصر، لكن لا احد يتدخل في شان مصر. اريد ان استكمل معك هذا الحوار وادخل في في امور اكثر حساسيه وتبي انك تتحملني فيها ولكن بعد فاصل قصير. من جديد مع ضيفي خالد مشعل أبو الوليد عندي صورة أريد أن تتأملها جيدا عندما نعرضها أستأذنك في أن نأخذ هذه الصورة ترى الصور في المنتصف وأنت تحضن مرشد الجمهورية الإيرانية وفي اليمين مع الرئيس بشار الأسد وفي اليسار مع حسن نصر الله هذا الموضوع موضوع بالنسبة للأمة التي تحدث عنها من بداية الحلقة إلى اليوم موضوع فيه علامات استفهام كثيرة لا تنتهي أولا هل مثلث الممانعة سوريا إيران حزب الله هل ما زال هذا المثلث قائما إلى اليوم طبعا هذه صورة تمثل تاريخ لا شك وأنا لا أتنكر لهذا التاريخ رغم أننا اختلفنا مع القوم اختلفت مع القوم طبعا اه التقيت مع هذه يعني هذه هذه هذا هذ المثلث قبل ثوره سوريا وضعك معهم ليس قبل طبعا طبعا اكيد انا صريح جدا مع طيب. معك طيب عطني وش صار طبعا انت انت مش محت مش محتاج يعني تسال <applause> ع... اوفر عليك يا أخي عبد الله شوف اخي العزيز هذا تاريخ لا اتنكر له ولست نادما على كل محطاته لان انا رجل صاحب قضيه كما قلت لك طرقت كل الابواب <applause> والتقيت مع هذه الأطراف على قضية فلسطين وأشهد أنهم دعموني دعموني مالا وسلاحا وتدريبا وبالسياسة وأعطونا مساحة عمل مفتوحة نعم استفادوا هم بالتأكيد لكن ذكاء منهم وكل طبعا له موقفه له مبدأه له فكرته هذا هو, هو يعبر عنه لكن أنا صاحب قضية. التقيت معهم من أجل فلسطين. لم ألتقي معهم على سياستهم الداخلية. لست معنيا بسياسة إيران الداخلية. طيب إيش ولا, ولا هو؟ بسياسة سوريا الداخلية ولا بسياسة حزب الله في لبنان. أنا كنت مع كنت معهم. والآن؟ وما زلت معنيا مع الأمة عندما أضع يدي في يد أي زعيم عربي أو لا مسلم. لا, لا أنا أتكلم عن الثلاثة. ما ده. جاي إنه حول قضية فلسطين. إيران أنا أول شيء آه. في إيران. علاقتك اليوم في إيران وشئ؟ عندما جاءت الأزمة السورية عندما جاءت الأزمة السورية اختلفنا ايش كانوا يطلبوا منك؟ مش طلبوا أنا بادرت ونصحتهم م. قلت لهم سياستكم الخارجية ممتازة أنتم وقفتم مع المقاومة اليوم في ربيع عربي في رياح في المنطقة الشعب السوري لا يختلف عن شعوب المنطقة له تطلعاته نصيحتي بادروا باستيعاب تطلعات شعبكم بحل سياسي من اليوم الاول قلت هذا في فبراير 2011 يعني قبل ان هذا الحديث لسوريا مش الايران لا بتكلم عن انت سالت عن سوريا. اه بسوريا اه بسوريا طيب خلينا نكمل مع سوريا آه يلا. سوريا م. قلت لهم هذا الكلام قلت للرئيس بشار في فبراير 2011 في مارس 2011 بدا الربيع السوري ونصحتهم التقيت مع معظم مسؤولي سوريا العسكريين والامنيين والسياسيين كانوا يطلبون منك شيء معين لا في الايام الاولى ما طلبوا أه. ورصحتهم انه يا جماعه اجمعوا بين السياسه الخارجيه الجيده في دعم المقاومه وبين سياسه داخليه تريح شعبكم أه. لم يسمعوا فلجأوا الى الخيار الامني ثم الخيار العسكري هنا كلامي ما عجبهم عدد منهم تفهم كلامي والله اشهد لا اريد ان احرج احد بعضهم كان معجبا بما اطرح لكن لا يملك ايش لا. طلبوا منك اول, بعدين. أول طلبت. طلبوا اول طلب كان بان ارد على الشيخ القرضاوي عندما تكلم فيما حادثه الجامع العمري في درعه في اول الازمه في شهر اواخر شهر مارس 2011 ما تكلمت فرفضت لا وطلب مني ان اخرج في الاعلام قلت لهم العلماء لا يرد عليهم لا يهاجمون العلماء يحترمون حتى لو اختلفت معهم فمن هنا غضبوا وقاطعوني ما طلبوا منك تتدخل عسكريا؟ لا لا دقيقة بعد ذلك طلبوا موقف موقف سياسي فعبرنا عن موقف متوازن اثنين أربعة متوازن لم يعجبهم ثم سكتوا وبدأت نفوسهم تتغير تجاهنا لا ما طلبوا هم يعرفون يعني يعرفون أصل موقفنا موقفنا مبدئي لا أن نساوم على أحد يعني هو طلب بسيط لا, لا, لا رفضناه فكيف يطلب مني اتدخل عسكريا يعني؟ وبعدين هو كل العسكر ما حل الازمه وحماس مستحيل ان تقف وجه الشعوب مهما كان الامر، المهم بعد ذلك لم يعجبهم موقفنا فكانت رغبتهم ان تقف حماس مع سياسه النظام في معالجته لأزمة الداخليه اي معالجه السيا الامنيه والعسكريه، رفضنا فلما شعرنا انه الامر خلص اصبحت حاله ميؤوسه انا في يناير 2012 غادرت دمشق قصه الخروج كانت بالترتيب معهم ولا أنت لا لا قرار قرار قراري وقرار اخواني في الحركه غادرنا لانه لا يمكن اه طبعا وخاصه اللي كان مطلوب ان يحدث لقاء سياسي شعرنا ان المطلوب ان يكون لقاء يغطي يعني شكل غطاء سياسي لخيار النظام في التعامل مع ازمه ال... فرفضنا ذلك وغادرنا و ما السوريون لو, لو اعتبروها أنها قلة وفاء معهم أنهم يدعمونكم في النهاية أنتم انقلبتوا عليهم يحق لهم أن يقولوا هالكلام؟ الكلام؟ يحق لو أنه طلب مني أن أقف معه ضد إسرائيل لكنه وقف معي بحق لا أقف معه في الباطل وقف معي ضد إسرائيل طيب إيران فلا بيوان. أقف معه ضد شعبه إيران. أما أنا مستعد أقف مع كل الدول العربية ضد إسرائيل وإيران وضد, وضد كل معتدي خارجي وإيران اه ايران نفس الشيء هي دولة دعمتنا دعما كبيرا لا انا ببعد القضية السورية آه لكن عندما اتت الازمه السوريه اختلفنا واياهم كانوا يريدون انكم مع مع السوريين نعم نعم هم كان لديهم رؤيتهم ولامون على الرؤيه بتاعتنا واحنا قلنا لهم رؤيتنا هي الاصح وانتم عليكم ان تعيدوا حسابات ما كان فيه يعني جناح في حركه حماس داخل غزه نهائيا, نهائياً كان مع هذه شوف هذه عباره عن اقاويل شوف كما قلنا عن الشيطنه اللي لا يعني كلام ينسب الى الزهار حتى يعني لا اخ اخ عبد الله فرق أه. فرق بين تصريحات بعض الاخوه التي تبدو يعني عليها ملاحظات، نحن بشر في عندي بعض الاخوه له تصريحات يعني عليها ملاحظات. وبين نقول هناك جناح في حماس، اخي م. حماس بقيادتها في الداخل والخارج على قلب رجل واحد، موقفها تجاه الازمه السوريه موقف واحد. وقلنا لاخواننا في ايران نحن مختلفنا معكم في الأزمة السورية م. وإحنا ضد التعامل في سوريا بالحديد والنار مع إرادة الشعب السوري وضد خوض معركة يشترك فيها النظام ومن يدعم النظام ضد هذا الشعب السوري الذي يستحق الحرية نحن لا نتدخل لكنه عبر طالما تسألوننا نقول رأينا بكل صراحة وهذا عبرنا عنه في الإعلام طبعا هذا الاختلاف في الأزمة السورية انعكس على علاقتنا مع الإيران قل الدعم المالي وتأثر طبعا قل الدعم المالي. المالي ولا توقف تراجع الى حد بعيد الى حد بعيد الى حد بعيد ما ما, ما تشوف انه اللحظه حانت الى انه تتوجهوا الى العرب الى السعوديه؟ آه، هذا السؤال لسنا محتاجين ان نطرحه لان اللحظه حانت من زمان و، وفعلناها عندكم استعداد لا. انكم يعني ممكن تغيروا تحلحلوا من مواقفكم استراتيجياتكم حتى تكون اكثر توافقا مع العرب انا أقول لك يا اخ عبد الله يعني هذا هذا السؤال يسال لشخص كان منحازا لمحور ضد محور عليه ان يتعظ ونحن نحن في الماضي لا العرب لا العرب لا لو قطعتك لا العرب لا يرون انه وجود مجرد انه تحالفك مع ايران ضمنيا هو ضد المنطقه وضد العرب ضد السعوديه ضد مصر ضد انا ما اقول لك كويس خلي, خلي, خلي استفيض فيها شوي في عز علاقتي يعني بمعنى في قمه علاقتنا مع ايران ومع سوريا وحزب الله ابوابنا كانت مشرعه للعرب لمصر روما الخلاف معها للسعودية لدول الخليج لشمال إفريقيا نحن كنا نطرق باب العرب يعني بمعنى اسمح لي أقول لك طهران كانت تدعونا في الماضي لزيارات متلاحقة هم يطرق يعني يعني هم أنتم العرب نطرق بابهم ولا يجيبون بعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب والاستجابة تأتي متأخرة ومن البعض وليس من الكل والإيرانيين يعني هم من يطرق الباب بينما الإيراني كانوا بذكائهم شاطرين م. يتعاملوا معنا بأريحية وبدعم ويرحبون بنا العرب طرقنا بابهم طرقنا بابهم في الماضي ونطرق بابهم اليوم وسأطرقه في المستقبل ما في حد صاحب قضية يتكبر على بعدين أتكبر على أهلي طيب. أنا لا أسمح لي أنا الأصدقاء لا أتكبر عليه فكيف أتكبر على العرب اسمح لي بس أحمد الله هنا فالعرب طرقنا بابه وما زلنا نطرق الباب انا بعض احد المسؤولين العرب في جلسه اريحيه بدون قلت له قال لي يا اخي علاقتكم مع ايران قال لي بس قلت له ايران نعم تدعمنا وانا اطرق بابكم لماذا لا تدعموننا قال لا نستطيع قال بس ايران تستفيد قال معقول ايران تدعمكم مجانا قلت له لا ليس مجانا وش كان الثمن خليك و... قال لي معنا في ثمن قلت له اه في ثمن بشو. بس الثمن مش من قراراتنا قال لي ليش قلت الثمن ثمانين الثمن الأول إيران عندما تدعم حماس الفلسطينية السنية بالتعبير الديني هي هذا يجمل صورتها أفضل في العالم العربي لمعظم سني والثاني والثانية أنها أمام الغرب تقول لهم أنا علاقتي مع حماس قوية ماذا تريدون من فلسطين أنا جاهز قلت اسمح لي فابتسم المسؤول العربي قلت إيش رأيك أنتم تفعلون مع الغرب قلت له أنا وهذه على فكرة قلتها مع سابقا وفي الأشهر الماضية زرت عدد من الزعماء العرب، قلت له يا فلان يا صاحب المسؤولية الفلانية ما عنديش مانع تروح للغرب والشرق وتقول لهم فلسطين نستطيع نتفاهم مع حماس ومع فتح، مش مع حماس وحدها، مع حماس ومع فتح ومع كل القوى الفلسطينية، إحنا مستعدين نتعامل مع يعني يشعروهم إنه حماس العرب ممكن يتفاهموا معاه، بس يتفاهموا معاه مش أي تفاهم، إحنا لا نسعى للتسوية احنا بدنا حقوق الشعب الفلسطيني المهم هذا المسؤول العربي قبل سنوات لما قلت له لماذا حضرتك انت وفلان وفلان سميت له بعض المسؤول العرب روحوا وقولوا والله احنا نقدر نتفاهم مع حماس قال لي ما اقدر قلت ليش ما تقدر قال ايران مش سهله بس احنا تفرق معنا قلت زين ايران مش سهله ايش رايك بتركيا قلت له هل تعلم ان الاستاذ اردوغان في اول زياره له لواشنطن ارسل لي في دمشق قبل اربع خمس سنوات احمد داوود اوغلو الدكتور احمد وكان مش وزير الخارجية كان مستشارا له جاءني في مكتبي في دمشق قال لي ابو الوليد الاستاذ اردوغان يسلم عليك ويقول لك هو رايح لواشنطن ماذا تريدون منه؟ قلت ليش أنتوا العرب تقصروا اكتافكم أنتوا زعماء بالعكس تعاملوا بشجاعه انا عربي مثلي مثلكم انا عربي قح مثلي مثلكم لا. ما حد يزايد علي في العروبه ذهبت الى ايران هي دوله مسلمه مستعد اذهب لاي دوله مسلمه, مسلمة مسيحيه بوذيه لكن ما ادفع ثمن، فقط انا اريد ان ي... انا اريد من من ان يقف معي هذه في مع إسرائيل في قضيه حزب الله اليوم كيف علاقتك بحزب الله وهو له هذا الموقف الواضح والصريح في سوريا؟ ايه كان لنا علاقه مع حزب الله وما زالت لكن طبعا تاثرت بازمه سوريا لا شك. وبدون ما اطول عليك الكلام اخ عبد الله، أه. ارجع للبيان اللي طلعناه بعد دخول حزب الله الى القصير. يعني كان بيان خجول يعني لا ما كان لا ما كان بيان قوي لا 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 و... العبره شوف احنا الحركه متعوده على المواقف الرجوليه والمبدئيه ولكن السياسيه كان مطلبنا ان ان يخرجوا من القصير ويخرجوا من تدخلهم في الازمه السوريه لان كما قلنا في البيان هذا لانه معركتنا الحقيقه ضد اسرائيل والطريق الى فلسطين لا يمر في القصير ولا بمواجهه الشعب السوري، مهما كان عندهم حسابات حول تعاملهم مع النظام السوري، ولان مثل هذا التدخل يزيد سعار ما فكرتوا تقطعوا العلاقات معهم احتجاجا على هذا التدخل؟ كيف؟ ما فكرتوا تقطعوا العلاقات معهم؟ شوف احنا في السياسه لا نمارس القطيع، عندنا قطيعه وحيده مع اسرائيل. لكن شوف يعني عفوا الامريكان، م. الامريكان يعني لهم أخطاءهم بلوين في المنطقه، مع ذلك لا يعني طبعا هم يقطعون معنا بس في الأخير أنا سياستي كحماس أنفتح على العالم كله لكن أنفتح لمصلحة فلسطين دون أن أبيع وأشتري في القيم والمبادئ والأخلاق، يا أخ يا أخ عبد الله الناس تسألنا عن هذه الأسئلة وهذا الشيء طبيعي وأنا مم. مسرور لا ليش ليش, ليش بحركة <applause> الجسد يعني كأنك تقللها عن هذه الأسئلة؟ أقللها لا مهمة لا لا لا. يعني لي. الأمة غاضبة الأمة السنية الأمة العربية الأمة الخليجية غاضبة غضب شديد من تدخل حزب الله طبعاً. بهذا الشكل ولا أشعر ب بهذا الغضب موجود داخل أبو الوليد شوفي لا لا اسمح لي الله اللغة تعبر عن موقف المشاعر مش كل شيء أنا قبل شوي جبت لي الصورة في مصر قلت لك في فمي ما اسمح لي عبد الله نحن جزء من هذه الأمة نألم لألمها إحنا لا نقبل خوض معارك تصب في الخانة الطائفية احنا ضد الطائفية لكن ايضا لا نقبل طغيان احد على احد لا نقبل طغيان احد على احد واحنا ضد اي تدخل في سوريا وهذا الذي يعمق الطائفية سواء من حزب الله او من غير حزب الله انما اخ عبد الله احنا عبرنا عن موقف واضح انا ليش بقول لك الاسئلة هذه انا بالعكس مسرور وانا قبل الحق قلت لك سلمة تشاء انا احترم اسئلتك هذه حركة لا تدل على انما فقط اقول لك والله يا اخ عبد الله لو انصفنا الناس نعم من حقهم يسالون عن كل هذه الالتباسات لكن لو انصفونا لقدروا قيمه حماس التي ضحت بمصالحها من اجل المبادئ لان انا عندي قاعده اخ عبد الله نعم عندي قاعده ما اطيل عليك السياسي الناجح الذي يحاول ان يجمع بين المبدا والمصلحه فاذا تعذر اقترانهما قدم يقدم المبدا على المصلحه ونحن في ازمه سوريا قدمنا المبدا على المصلحه ضحينا بمصالحنا من اجل القيم والمبادئ انت قلت لي قبل شويه في ضوء تراجع الدعم الايراني اطرقوا باب العرب انا قلت لك طرقت بابهم في الماضي والان لكن انا لا اطرق باب احد متسولا اسمع اخ عبد الله ولله خزائن السماوات والارض شوف ربنا في سوره المنافقون ماذا يقول هم الذين يقولون لا ترفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض فيا اخ عبد الله أنا لا أتحرج أن أطرق باب العرب كلهم لكن لا أتسول عند أحد وأنا واثق أن الله شوف حديث الرسول هذا بالنسبة لي وطبعا أؤمن به ومعجز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نعم أحب أبشرك أنا وقتي العرب سكروا أبوابهم الله كل يوم يعوضنا عما نفقده أريد أن أسألك أيضا عن صورة أخيرة إن سمحت لي خلونا نشوف الصورة الأخيرة هذه صورتك بين أمير قطر السابق الشيخ حمد والأمير الحالي الشيخ تميم أنت قلت أنكم خرجت من من سوريا وين مكتبكم الآن؟ مكتب السياسي ما وين متجول إحنا بدو روح عليه يا أخ عبد الله ما في لكم مقر؟ آه. ما هو قطر يعني المقر؟ في قطر جزء من القيادة السياسية في القاهرة جزء في بيروت جزء في طبعا جزء في غزة جزء في الضفة جزء نحن مو انا بعثون. اتكلم انا أتكلم عن المقر ليس ليس عندنا مقر في بلد مم. ليس عندك مقر أه... احنا ماشيين على نظريه الشاعر الطغرائي يقول في لاميته أه. لاميته اللي أه. تسمى العجم نعم ان العلا حدثتني وهي صادقه فيما تحدث ان العز في النقل يعني اذا راتب ظلك عزيز ظلك تنقل حتى ما حد طيب قضية, قضية هذا التغيير السياسي الذي حدث في قطر ب... 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 برحيل أمير وعودة أمير البعض قرأها أنه هناك نزول في العلاقه ما بين حماس وبين قطر رحيل الامير الوالد ورحيل حمد بن جاسم بن جبر ايضا يعني خفف من من قوه حماس ومن دعم حماس خاصه ان المزاج في المنطقه المزاج الخليجي انت تعرف المزاج في السعوديه، المزاج في الامارات، المزاج في الكويت ليس مع حركه الاخوان المسلمين وبالتالي انتم ستدفعون هذا الثمن. شوف يا طبعا البعض يستنتج استنتاجات حسب مقاييسه في التحليل والبعض يفعلها لا رغبة في إنه حماس ينفض عنها الناس لكن خلينا في قطر الآن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده شوف أما قطر هذا برضه شأن انتقال الحكم من الأمير الوالد إلى الأمير الوالد لا أنا قصيت المشكلة شأن داخلي تغيير السياسة أنا جايك, جايك جايك أقول لك هذا شأن يبقى داخلي لكن دعني اقول كلمات للتاريخ أه مش لاني في قطر، هذه مستعد اقولها في اي عاصمه عربيه او اسلاميه. الامير الوالد الشيخ حمد هذا رجل له اياد بيضاء، انا عارف له خصوم كثر في العالم لانه رجل اخذ مواقف تحسب له في التاريخ. واقول هذا له صفحات بيضاء، الناس يعرفون بعضها وانا اعرف بعضها الاخر. واسال الله ان يجازيه خيرا على ما قدم للأمة خاصة في فلسطين وفي غير فلسطين ربنا يعلم ماذا قدم هذا الرجل هذا رجل شجاع عربي قح محترم ولا أقولها مجابلة وابنه الشيخ تميم هذا الشبل من ذاك الأسد أعرف الرجل بمعدن الطيب وعلى فكرة الأمير الوالد من ثلاث سنوات قال لي أبو الوليد أنا مسلم الحكم لابن الشيخ تميم أعرف فبالتالي مش متفقين. احنا نتكلم عن السياسة خلينا بالسياسة أي هل تغيرت السياسة ولا ما تغيرت لم. هل ستتغير ولا تتغير شوف بوضوح بالوليد انا بوضوح طبعا <applause> السياسه لم تتغير ولا طبعا لا انا لا املك الاخر ولكنني مع ثقتي بالجماعه هنا في هذا البلد برجولتهم برؤيتهم لا تتغير وهم قالوا لها صراحه لي وانا واثق حتى لو ما قالوها اعرفهم جيدا واعرف رؤيتهم وموازينهم انما طبعا الانباء اللي تحدثت الانباء اللي تحدثت انه طلب منك انه تغادر او انت سمعت يمكن هذه الانباء يعني تو... تواترت في في الاعلام هنا وهناك هل صحيح انه صار خالد مشعل غير مرغوب فيه في قطر او ابحث عن مكان لانه انا سالتك هل المقر السياسي ممكن يكون في قطر ولا ما يمكن يكون في قطر يعني لو تعلم عدد لقاءاتي مع الامير الاب الوالد <applause> مع سمو الشيخ تميم وتعرف علاقتنا الناس ما يسالوا هذا السؤال لكن في ل... لهم ان يتكهنوا كما يريدون شوف لم ي اشهد لله انا اعرف اخ عبد الله اعرف سمو الامير الوالد منذ ان كان ولي العهد عام وتسعين من 94 لا ما تغير هذا الرجل والشيخ تميم ما تغير وعلاقته بنا ممتازه لا نتدخل في شؤونهم نحترمهم لهم ان يديروا سياستهم كما يشاءون وعمرهم اي بقول لك للتاريخ عمرهم ما قالوا لنا افعلوا او لا تفعلوا عمرهم ما تدخلوا في قرارنا احترمهم ولهم مواقف مبدئيه ومع ذلك اتفق معهم في اشياء واختلف معهم في اشياء حتى في السياسه العربيه الامير الوالد الشيخ حمد كان هو اول زعيم عربي يزور غزه هذه الزياره كانت مزعجه بالنسبه للسلطه في رام الله يسالوا السلطه ليش تسالني يعني لا مش كانت كانت مفرحه انا بقول لك كانت مفرحه لا بالنسبه للسلطه اعتقد انهم طبعا لم يرق لبعضهم على الاقل يعني لا اريد التعميم لكنها زياره كانت تاريخيه من زعيم م. تاريخي ويا كل الزعماء العرب يفعلونها سؤالي الأخير أنت ذهبت إلى غزة وسجدت الشكر هناك ولكنك عدت مرة أخرى هل ممكن أن نجد أبو الوليد يستقر في غزة ويكون المقر السياسي من غزة؟ الوضع الطبيعي أن يكون مقرنا في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي فلسطين 48 شوف يا أخ عبد الله نتكلم عن الوضع اللي قلت. ما هو الوضع الحالي أنا زرت غزة وإن شاء الله نزور الضفه كما زرت غزه وراسنا مرفوع بدون اي قيود ونحرر ارضنا شبرا شبرا وهذه ارض فلسطين ارض مباركه حق الامه هذه فلسطين وهي محدده ابو الوليد يعني انت انت حتكونوا حت في مقر لا المكتب في غزه مقر... ولا لا؟ لا هذا لا ما هو انت حتكون مقرك في ولا لا, لا؟ لا 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 لا, 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 طبعاً لا اسمح لي اخ عبد الله الزياره شيء وان تقرر ان يكون مقر خالد مشعل واخوانه طبعا في عندي الاخ اسماعيل هنيه وإخوانه قياده حماس موجودين في غزه لكن انت تعرف ظروف غزه والضفه لا نعم. تسمح لكل قياده حماس ان تكون موجوده في مكان واحد لكن هذه ارضنا الطبيعيه ومقرنا الطبيعي يكون طبعا في غزه وفي رام الله وفي القدس وفي حيفا ويافا ان شاء الله شكرا و. لك ابو الوليد الشكر ايضا لتلفزيون قطر على هذه الخدمات والشكر موصول لكم انتم وانقلوا عن خالد مشعل انه يقول في ثميمه السلام عليكم <applause> شكرا لك اخ شكرا